بنك الأهلي المصري أكبر البنوك اللي بتهتم بالمسؤولية المجتمعية. إنجازاته في المجال ده ملهاش حدود، بتكون دايما في أهم مجالين الصحة والتعليم. دايما بنتكلم عن دور المؤسسات الاقتصادية الكبرى في المسؤولية المجتمعية. فيعني حقيقي استكمالا للدور المهم ده، فريق عمل التنمية المجتمعية في البنك الأهلي المصري عمل سلم أتوبيسين من البنك لجامعة بنها. ليه بقى؟ عشان ييسر سبل نقل الطلاب من فروع الجامعة المختلفة. يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي قال على هامش هذه الاحتفالية، قال إن البنك الأهلي بيقوم بدور كبير، بيخصص مبالغ كبيرة، تحديدا وصل نصيب مساهمات ملف التعليم منها لمليار جنيه تقريبا، وملف الصحة ملف الصحة لمليار وسبعمائة وخمسين مليون جنيه خلال 5 سنين. ده بيؤكد فعالية الاستراتيجية اللي تبناها البنك لخدمة أهل مصر. ده كلام الأستاذ يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري. طيب لو الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها أعرب عن امتنانه طبعا لدور البنك الأهلي المصري ودعمه المستمر لجامعة بنها، وبيؤكد ان الاتوبيسين دول هيساهموا في شكل فعال في تخفيف الاعباء عن الطلبه. من ناحيه تانية اشارت السيده نرمين شهاب الدين رئيس تسويق والتنميه المستدامه في البنك الاهلي المصري الى ان بروتوكول التعاون مع جامعه بنها يتضمن تطوير شامل للمستشفيات. خدوا بالكم، تطوير شامل للمستشفيات، إضافة كمان لتجهيز معمل مهارات إكلينيكي ومركزي يتيح تدريب طلبة الكليات الطبية في الجامعة. طيب يمكن احنا هنا بنركز على دور البنك الأهلي لأن مؤسسة اقتصادية كبيرة، بينتقي دائما الحاجات اللي بيساهم فيها. مشروعات الصحة والتعليم أو الحاجتين دول تحديدا في مصر فيهم مشكلة، قد يكون إمكانيات الدولة أو الحكومة يعني بقدر المستطاع بتحاول تنمي وتطور هذا القطاع، لكن القطاع الخاص، القطاع الأهلي والقطاع المؤسسات الاقتصادية سواء القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو المؤسسات الحكومية دورها الكبير المهم إن هي تدفع بهذه التنمية، تدفع بهذه العملية في المساهمة المجتمعية. حقيقة يمكن كمان البنك الأهلي سبق للمساهمة في تطوير مستشفيات الجامعة بشراء جهاز رنين مغناطيسي لخدمة مرضى الحوادث والطوارئ، وكمان تطوير وحدات الرعاية الحرجة اللي أتاح استفادة أكثر من 3000 حالة من استخدام جهاز الرنين وإنقاذ أكثر من 4000 حالة من حالات تحتاج لغرف رعاية مركزة. مساهمات فعالة. حقيقي كل التوفيق لفريق عمل التنمية المجتمعية المستدامة البنك الأهلي المصري ولقيادة البنك، ونتمنى كافة المؤسسات تأخذ البنك الأهلي قدوة في مجال المسؤولية المجتمعية. طيب الشرقية الدخان.